السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم قناتي وصفات ضحى العراق دوها كوك. اليوم راح نسوي بهذا الفيديو الجديد ملفوف الباذنجان باطيب واسهل طريقة، وصفة جدا سهلة وسريعة ولذيذة وايضا اقتصادية. اتمنى تجربون هاي الوصفة، واذا اول مرة تتابعون قناتي ووصفاتي اضغطوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى توصلكم كل وصفات اللذيذة والسريعة والسهلة اللي انزلها. ملفوف الباذنجان وصفة حبوها الكل بعد تجربتها، وصفة لذيذة وسريعة واقتصادية. نبدأ وصفتنا بسم الله. المقادير بالتفاصيل مذكورة أسفل الفيديو لهذا الفيديو ولكل الفيديوهات اللي موجودة بقناتي. عندي 2 باذنجان حجم كبير، راح أقطعها شرائح بالطول، تكون شرائح متوسطة لا كلش رفيعة ولا سميكة. بنات إذا قطعتوها شرائح رفيعة راح تتيبس عندنا لما نقليها، وإذا كانت سميكة فما راح تستوي زين وأيضا راح يكون طعمها مو طيب. فشوفوا شلون راح أقطعها بهاي الطريقة بحيث تكون عندي شرائح متوسطة. بهاي الطريقة بالسكين، وبعدها راح اقليها بزيت غزير تكون عندي بهذا السمك، هذا السمك المناسب. اكمل اقطع كل الكمية بنفس الطريقة. طبعا وقت هذه الوصفة قليل، تقريبا ساعة واحدة قبل الافطار حضرتها. كملت هنا عندي كل الكمية، راح ارش عليها ملح على الوجهين. بنات فقط ملح حتى نقلل امتصاص الزيت. وبعدها راح اقليها بزيت غزير على الوجهين حتى تاخذ اللون الذهبي وتكون عندي جاهزة حتى ألفها. بهالأثناء بنات أنا حضرت الحشوة، عبارة عن لحم مفروم وبصلة وكرفس مفروم. ضفت لها بهارات كلها مذكورة بالتفاصيل أسفل الفيديو. هنا راح أبدأ أرفع الباذنجان وأخلي على ورق تنشيف المطبخ حتى يمتص من عند الزيت الزيادة. صار عندي هنا جاهز، راح أبدأ ألفه هذا الباذنجان حتى يكون شوية برد دقائق. أحضر البايركس. بنات ضروري القالب أو البايركس يكون حراري لأن راح ندخله فرن. وهنا راح أحضر الحشوة، لحم مفروم وبصلة وكرفس مفروم مع الملح والبهارات مذكورة بالتفاصيل أسفل الفيديو. راح نبدأ بسم الله، راح ألف أول قطعة بهاي الطريقة، أخلي كمية ملعقة من الحشوة وأبرمها بهاي الطريقة، وراح أبدأ أصفها. أكمل القطعة الثانية. إذا حبيتوا وصفاتي أتمنى تدعموني وتخلون لايك للقناة حتى يستفادون أكبر عدد من هذه الوصفات السهلة والسريعة واللذيذة وأكيد اقتصادية لكل العوائل العراقية. ملفوف الباذنجان بأسهل طريقة، وصفة حبوها الكل بعد تجربتها. وانتو ايضا اريدكم تكتبولي بالتعليقات اذا انتم مجربيها او راح تجربوها وقولوا لي حبيتوها او لا. راح اكمل الف بقية القطع واصفها بهاي الطريقة. طبعا اقل الساعة بحيث كانت عندي جاهزة ويا الفطور. وصفة سهلة وسريعة وأكيد لذيذة، تقدرون تعتمدوها للغداء وياها تمن أبيض أو تمن شعرية أو حتى تمن أصفر، أو تقدرون تعتمدوها لوجبة العشاء تكون وحدها بطبق تقدموها وحدها وتنكال ويا الخبز أو الصمون. راح اكمل كل الكمية حتى لا يطول عليكم الفيديو. هاي اخر قطعة عندي، راح الفها وراح ارصها بالقالب. صارت عندي جاهزة، راح اضيف عليها الصلصة. مكونات الصلصة بالتفاصيل مذكورة اسفل الفيديو وقدامكم على الشاشة. راح اضيف بهارات، ملح 7 بهارات وبابريكا، وراح اضيف 2 ملعقة كاتشب و2 ملعقة صاص و2 ملعقة من دبس الرمان وملعقة واحدة من المعجون الطماطة، واخليها اخلطها كل زين وياها اخففها بنص كوب مي حتى تتجانس عندي وتصير متوازنة. راح اضيفها على الملفوف الباذنجان. راح اضيف قطع من الطماطة شرائح، تقدرون تضيفون شرائح من الفلفل الاخضر.
أو ممكن حتى إذا شرائح أو قطع من الفلفل الحار إذا تحبون طعمه، أو راح أدخلها للفرن من الأسفل والأعلى حتى تتسبك عندي وتمتص الصلصة. هنا بعد ما طلعت عندي طبعا وقت تقريبا ربع ساعة بالفرن، صارت عندي جاهزة. راح أزينها بكرفس مفروم، وشوفوا لي هاللون وهالمنظر ما شاء الله، ملفوف الباذنجان بأسهل طريقة من وصفات ضحى العراق دوها كوك. أتمنى تجربوها وتنطوني رأيكم، وإذا حبيتوا وصفاتي لا تنسون الاشتراك بالقناة، ودعمكم يشجعني حتى أقدم لكم المزيد من الوصفات السهلة والسريعة واللذيذة، وسهمكم العافية.